أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعتبر الاستثمار في الشباب البحريني أولوية وطنية كونهم المحرك الرئيس لدفع عجلة التنمية وتحقيق التطلعات الوطنية. جاء ذلك لدى لقاء سعادتها منتسبي الدفعة الخامسة من البرنامج القيادي الوطني هيبويوث الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب وإنجاز البحرين. وهذه أول لقاء لي مع دائما ما يرمز إلى الشباب بأنهم عماد الوطن ورهان المستقبل وهم السواعد التي يبنى بها حاضر ومستقبل الأوطان. وبرنامج هايبو يوث الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع وزارة الشباب وإنجاز البحرين يأتي تماشيا مع أجندة العمل الحكومي الرامية إلى صقل قدرات الشباب البحريني وتزويدهم بأدوات العلم والمعرفة ومشاركتهم في صناعة التغيير من خلال صياغة أفكار ومبادرات إبداعية ومبتكرة يتم عرضها على متخذي القرار. اليوم هذا اللقاء التفاعلي كان له الأثر الطيب في تبادل الخبرات، سماع الأفكار اللي عند الشباب، وفي نفس الوقت نقل المعرفة من خلال رؤية قيادات في مملكة البحرين وتوصيلها للشباب ونشوف مرئياتهم وشلون نقدر مع بعض نخلق جيل جديد من القيادات قادرة على العطاء في مختلف القطاعات. على مدى النسخ السابقة لبرنامج هايبو يوث قدم البرنامج عددا من المخرجات الوطنية المتميزة حيث ساهم المشاركون في النسخ السابقة في إعداد أكثر من 30 مشروعا ومبادرة شبابية تخدم مختلف القطاعات الحيوية بمملكة البحرين. حبيت أشكر سعادة وزيرة الصحة على إتاحة هذه الفرصة لنا اليوم كشباب ومشاركتها لنا تجاربها وخبراتها العملية والعلمية في الميدان الصحي وغيره من الميادين. كان لقاء وايد جدا جميل ورائع وبيحمسنا ان شاء الله حق نواصل مسيرتنا في المستقبل وشكل مصدر الهام بالنسبه لنا احنا كشباب. البرنامج اضاف لي الكثير وسعدت اليوم بلقاء الدكتوره جليله. تعلمنا من خلال تجربتها، من خلال النصائح اللي قدمتها لنا. كل القيادات اللي اجتمعنا فيهم اصروا ويعني أثبتوا على حب البحرين ونحب القيادة وحب التحدي وعشق الإنجاز. طبعا احنا وايد سعدنا باللقاء مع الدكتورة الجليلة وزيرة الصحة وكانت فرصة سعيدة احنا نتعلم منها نشتغل كفريق ومثل ما قلنا من الشباب إلى الشباب. برنامج هايبو يوث تمكن أيضا من إنجاز دراسات وطنية من الشباب إلى الشباب متعلقة بمرتكزات العمل الشبابي والمواهب الشبابية حيث تأتي هذه المخرجات لتعكس الدور الفعلي للشباب البحريني وإنجازاتهم الرامية إلى الارتقاء بمملكة البحرين على مختلف الأصعدة. برنامج هايبو يوث على مدار 5 سنوات متتالية يأتي تأكيدا على ضرورة إعداد وتطوير الشباب وتهيئتهم لقيادة منظومة العمل المؤسسي في القطاعين العام والخاص كونهم رهان المستقبل ومحرك عملية التطوير والارتقاء بالتطلعات الوطنية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.